السلام عليكم. اول حاجه بغيت نشكركم على الاستضافه. صراحة اول مره غادي ندير لقاء بحال هذا، مستريسي شي شويه مي بون. فاليوم بغيت نشارك معكم اهم المراحل اللي دوزتها في الرياضه ركوب الامواج. وانا في المنطقه ديال تمرخت اللي حدا تغازوت، كنت تميل من ديك المنطقه، ومن تما بديت السورف ورياضه البودي بورد مع الكوزان ديالي. بديتها كاي واحد، كنا كنمشيو للبحر لي ويكاند، كنسورفيو وكان تناخذوا الماج كنفرحوا. اي ابري شويه بشويه بقيت كنتعلم. اي تلعبت اول بطوله ديالي اللي كانت في 2004 مع الجامعه الملكيه، ومن ثم تنضمت واحد الجمعيه ايموران لركوب الموج هي فاش نخرت، اللي ساهمت بشكل كبير على هذه الرياضه هذه في تنميه هذه الرياضه في هذه المنطقه هذه. شويه بشويه بقيت كنتعلم حتى حرصت على بطوله المغرب في 2008، ومن ثم قررت بانني نمشي لاوروبا باش نتبع سيركوي اوروبيان. جيت دوزيام في سيركوي اوروبيان. في 2011 مشيت مع ليكيب ناسيونال اللي كناري وحرزنا على التروازيام مونديال. من ثم كانت نقطة تحول ديال المسار الرياضي ديالي، حيث أعلن صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده تعليمات سامية للشركة المغربية باش يعاونوا الرياضيين في هذه الرياضة هذه. كنشكروا من هذا المنبر هذا، كنشكروا بزاف حيت عاون بزاف في هذه الرياضة هذه وبدل بزاف الحوايج. من ثم بديت المسار بروفيسيونيل ديالي، ربحت بطولة العالم في البرازيل وربحت بطولة العالم في تشيلي، وجيت دوزيام في الأسترالي. كما كنعرفوا بأن بأن المغرب كله 3500 كيلومتر، كلها لي بلاج، كلها بحورة. هذه المنطقة هذه جهة سوسمة الصادرعة من أحسن المناطق في العالم باش يتعلموا هذه الرياضه هذه. داكشي علاش كنشوفوا بزاف ديال الاجانب اللي كيجيو كيمارسوا هذه الرياضه هذه في هذه المنطقه. او ميم طون كاينين بزاف دابا الجمعيات اللي تكرياو وكيعلموا الشباب. كما انا شحال هذه ما كانوش بزاف الماتريال هنا في المغرب، ما كانش بزاف الحوايج اللي ما كانوش هنا في المغرب باش نقدروا نتعلموا. دابا كاين كلشي عندنا باش نتعلموا، باش وكاينين بزاف د الابطال دابا اللي جايين في الطريق. ميم هادوك اللي ما حالفهمش الحظ باش يكونوا ابطال، الجامعه الملكيه دارت لي فورماسيون باش انهم ياخذوا دي ديبلوم ويقدروا يخدموا دي مونيتور دو سيرف باش كيعلموا الاجانب فاش كيكونوا هنايا. او ميم طون هاد الدراري هادو دابا اللي تعلموا كرياو دي سوسيتي ديالهم، الشركات ديالهم، و ولاو بحال ولات هذه المنطقه هذه ديال تمرخت وتغازوت هي المورد الاول هو السيرف. هذا الشيء علاش كنصح الاغلب ديال الشباب ديالنا، اي واحد عنده اي هوايه او اي شي حاجه يتقنها ويعطي فيها 200%، اي جون سوي سور كو غادي يوصل. ثاني حاجه كما كنشوفوا بان كاملين كنفرحوا فاش كنشوفوا الرايات المغرب عاليه بحال المنتخب الوطني فاش دار دي بون ريزولتا في المونديال، فاش بزاف لي زاتليت كيطلعوا الرايات المغرب ديالنا، كاملين كنفرحوا. وكيتخلى هذا الشيء اللي كيخلينا كنتشبتوا بالوطنيه ديالنا وكيخلينا مجموعين كمغاربه. وكنتمنى اي واحد يوصل ونعاونوا
سيد عزيز اخ النجوسي، راه حنا شباب خصنا نعاونوهم حتى حنايا، راه حتى هما كيديروا الجهد ديالهم، حتى حنايا خصنا نديروا الخدمه ديالنا باش المغرب يولي احسن. وشكرا.